فكرتيني شكلها كده هتمثل، شكلها تدخل في دور التمثيل. اتسألت سؤال، انتي هتمثلي؟ حابة ان انتي تمثلي؟ قالت طبعا حابة ان انا امثل بس من غير احراج، مش عايزة ابقى كومبورس، عايزة ابقى بطلة. قالت كمان ان بيتعرض عليها حاجات كتير بس هي مستنية الدور المناسب اللي هي حباه علشان تبدأ تعمله. حابة ان هي تعمل دور طيبة، مش عايزة تعمل دور شريرة، هي بس مستنية الفرصة المناسبة وهتبدأ تمثل، لان هي حابة اصلا كده ونفسها تعمل كده، بس نفسها تبدأ وهي بطلة او ليها دور كبير، ما تبدأش وهي كومبارس. انت متوجهة للتمثيل ولا ما فكرتي؟ الا بس انا ابغى شيء يعني الصراحة، معلش ما تزعل. ايه؟ ما ابغى اكون يعني ما ارضى على نفسي اكون كومبارس. اكيد. ولا يعني يجيبوني كذا واكون. وش اسم دقيقة؟ اعطيني بطاطس، اعطيني بطاطس. اللي شاركت رهف، وش رهف رغد، وش اسم الحلقة اللي شاركت فيها؟ يسألون. اكون يا اني يا اطلع يا روان في مسلسل انا اكون البطلة، او فيلم صح. انا اكون البطلة. طلعت الاولى بعدين عادي. طلعتك الاولى وتبي بطلة؟ لا انت حق. طب اقول شيء. من قالك؟ من قالك؟ تدرين جايتني؟ لا قريتم فهمها ذي. لا صح ترى تنفذني. ترى على فكرة جايتني عروض إلين هنا، بس أنا قاعد إيش قاعد أشوف إيش اللي يعني وش اللي يصلح لي، وش الدور اللي بيمشي معاي، هل مثلا هذا شخصيتي زي كذا يعني، فهمتي؟ صح يعني ودي يعني حتى أطلع بشخصية حلوة، ما أبغى مثلا أطلع شريرة بكروني الناس. صادقة صادقة، كفاية الكره اللي أنت فيه والله. لا والله محبوبة. ايش قصدها رهف؟ رهف دوري عليها، دوري عليها.